سامر عبد الرحمن، مدرب ليه طعم مختلف، ليه اسلوبه. الكابتن محمد حشيش افاض واستفاض وقال سامر بكورته بالترحيل والتحضير اللي بيعمله، كابتن شريف عبد المنعم ايضا. ومهم جدا ان انا يكون عندي يعني اما اتاخر والفريق يتعادل ارجع ان انا العب لاخر دقيقه. اعتقد ايجابيات كتير النهارده من المباراه كابتن سامر. اول طبعا بشكر كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن حشيش في الاستوديو، وطبعا حاجه كويسه جدا ان احنا تذيع مباراه لفريق 2006. كنت قلقان الاول طبعا من الموضوع، لان الولاد اتشدوا اول ما عرفوا ان المباراه مذاعه، اول مباراه تذاع ليهم، فده كان سبب قلق جامد ليا. فمن امبارح وانا بتكلم معاهم في موضوع اذاعه المباراه ان نلعب لعبنا العادي وشغلنا العادي، ما حدش يتوتر. طبعا انت بتبقى كمدرب حاجه يعني بتفرح باللعيبه ان بينفذوا تكتيك بيبقى صعب عليهم شويه، احنا اشتغلنا كتير عقبال ما وصلنا للشكل ده. فطبعا حاجه بتبقى بتسعدك كمدرب ان انت بتقدر توصل في السن الصغير كمان بالذات انك تقدر ينفذوا تكتيك صعب زي ده. فطبعا يعني لعيبه مبشره جدا جدا للنادي الاهلي، ان شاء الله تقدر تطلع مجموعه من الفريق ده يمثلوا النادي الاهلي في اقرب فرصه باذن الله في الفريق الاول ان شاء الله. كابتن شريف وكابتن محمد حشيش اتكلموا في الاستوديو التحليلي ان اللعبه كانت مخضوضه في اول ربع ساعه من نزاعه المباراه، اتعاملت مع الامر ده ازاي في الملعب؟ لان خلاص اللعبه رجعت لها الثقه، اتعاملت ازاي في النقطه دي مع اللاعبين في الملعب؟ مش من عادتي ان انا بقف من بره اتكلم كتير من على الخط، لكن في السن ده لما بمسك السن ده انا طبعا يعني تاني تجربه ليا مع السن ده في النادي الاهلي، قبل كده من 4 سنين مسكت ال 2002 كانوا نفس السن. السن ده لازم تبقى متابع معاهم على الخط على طول وتوجيهاتك مستمره، وطبعا مع الوقت بتبدا تقلل من موضوع الكلام اللي من بره لما بتلاقي الاولاد بينفذوا التكتيك بصوره عاليه جدا جدا جدا. طبعا ده عهد لعيبه النادي الاهلي انه بيتربوا من صغرهم، مدربين قبليك بيسبقوك وبيعلموهم وبيشتغلوا معاهم. فطبعا انت لما بتوصل للسن ده بتبقى ان شاء الله بتلاقي يعني عناصر كواليتي، العناصر تقدر تشتغل معاهم بصوره كويسه. الكابتن محمد حشيش حابب يوجه لك سؤال، معاك يا كابتن محمد لو هتوجه سؤال للكابتن سامر عبد الرحمن. طبعا طريقتك باينه وشخصيتك باينه على الفريق من استحواذ ولعب كره جميله، بس في مشكله النهارده بانت، تضيع الاهداف، عايزين نشوف لها حل. كابتن محمد حشيش اتكلم في نقطه مهمه، اتكلم طريقتك واسلوبك والاستحواذ انت بتعمله مع اي فريق، لكن النهارده تضييع الاهداف، هتتعامل مع النقطه دي ازاي؟ لانها من النقاط المهمه جدا نتكلم عليها كابتن محمد حشيش والكابتن شريف عبد المنعم. وطبعا من حظي وجود قامات كبيره في الاستوديو، طبعا بالاخص الكابتن حشيش بصفه لان هو متابعني من كان يوسف معايا في فريق 2002، فمتابع ان دي طريقتي في اللعب والتكتيك من زمان يعني. فطبعا انا عايز اقول ان اصعب فترات المباراه مرت علينا بعد الهدف والطرد، اضطريت نزلت مهاجم وضحيت شويه بلعيبه وسط الملعب، فكانت فيها طبعا ريسك عالي ان انا طبعا عايز اخد الثلاث نقط. فعملت تغيير ان انا طلعت لعيب من وسط الملعب ونزلت شاب اللي جاب الهدف في اخر 5 دقائق مكان يوسف المهاجم اللي اطرد، كان فيها ريسك عالي جدا. لكن طبعا انت طول ما انت متواجد في النادي الاهلي انت طبعا بتلعب على المكسب على طول، الفريق اللي بيبقى عايز ياخد البطوله بتلعب على المكسب. طبعا بخلاف البطوله انت بتحاول تطلع لعيبه عقليه تقدر يعني تمثل الفريق الاول في النادي الاهلي، فتمشي في خطين، بتحاول تمشي في خطين انت بتطلع لعيبه مميزه وفي نفس الوقت يعني ان انت في النادي الاهلي فطبعا لازم تكون بتتنافس على البطوله وبتاخدها. فالحمد لله ان انت بتقدر تشتغل في الخطين. طبعا بالنسبه لاضاعه الاهداف، السن ده طبعا انا بشتغل معاهم تخصص كتير جدا جدا جدا، بالذات اللعيب عمار اللي بيلعب ناحيه الشمال اللي بيضيع اهداف كتير، وطبعا انت في السن ده محتاج ان انت تدي له تخصص كتير جدا جدا جدا. فبنقدر ان احنا يعني تقريبا انا مرتين في الاسبوع بشتغل معاهم على المرمى، ان شاء الله مع الوقت طبعا هيكتسبوا خبرات ويقدروا يتعاملوا مع الحاجات اللي وجها لوجه مع الحارس دي بصوره احسن من كده. شكرا كابتن سامر وبالتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. ميرسي جدا رؤوف فاروق، متشكر جدا يا حبيبي. كابتن اسامه مستمرين معاك، انا بينضم لي في هذه الاثناء واحد من نجوم المباراه قلب الاسد.